فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يرى أن مجرد تعامل ولاة الأمور مع الكفار واستقبال سفرائهم أن هذا يعد أمرا محرما، فهل هذا الرأي صحيح؟ هذا رأي باطل. نحن نتعامل مع الكفار بالتجارة والبيع والشراء والانتفاع بخبراتهم، ونتعامل معهم بإرسال المراسيل والسفراء للمفاوضات، هذا أمر أباحه الله لنا، مع هذا لا نحبهم في قلوبنا، وإنما هذه مصالح دنيوية، مصالح متبادلة بيننا وبينهم، هذا من التعامل للمصالح وليس هو من الولاء والبراء. نعم. كان الكفار يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوضون معه وهو في المسجد، يدخلون عليه في المسجد ويتفاوضون معه عليه الصلاة والسلام. نعم.